لم أفعل ذلك لأحظى بتقديرك أيها الملك. أنت مغتصب لدياري، وأنا أعرف وضعي منك جيدا. وما أنت عندي الآن إلا ما أردته لنفسك، سبية حرب. إنما قد أرفعك إلى مرتبة المحضية. لا أيها الملك، ما أردته مني لن تبلغه قط. احرسوا هذه الفتاة. واتوني بها في الليل إلى القصر. لن يقترب أحد مني أيها الملك. لن تمثلني.